بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ نعرف ازاي نشتغل على الستريب بورد. هنعمل دايرة ثلاث خمسات. دي الدايرة اللي احنا هنعملها، ممكن نصورها، عبارة عن دايرة ثلاث خمسات، نفس الدايرة اللي احنا عملناها على الستريب بورد. عبارة عن مقاومة 1 كيلو، مقاومة 470 كيلو، مكثف 1 مايكرو فراد، مقاومة 1 كيلو وليد، وبطارية 9 فولت أو 12 فولت. دي الدايرة اللي احنا هنستخدمها. ستريب بورد عبارة عن شرايح نحاسية، تمام؟ طب انا هوصل ازاي؟ هوصل من فوق وهلحم من تحت. ده الستاند اللي هحط عليه الايه؟ البوردة بتاعتي بالشكل ده اثناء عملية الايه؟ النحاس. شوف بس احركه شوية. خلاص؟ ده علشان ايه؟ ما تسعش نفسه وانا ايه؟ انا شغال. طيب الاول حاجه هعمل ايه؟ اول حاجه انا عارف ان من تحت التوصيل ايه؟ راسي. فانا لما اجي احطه من فوق احط ايه؟ التوصيل هنا ايه؟ افقي. سوري. فانا لما اجي احطه من فوق احط ايه؟ راسي. اول حاجه هفصل، اجيب حاجه حاده، اله حاده، وافصل ما بين الايه؟ التراكات. فنفترض ان انا هوصل هنا الايه؟ هوصل الاي سي. فانا هفصل الاربع تراكات دول، اعلم عليهم كده اهم. وهبدا افصل ايه؟ ما بينهم بالراحه كده. احاول على قد ما اقدر ما اجرش على الايه؟ على الاجزاء اللي فوق او التراكات اللي فوق. تمام. لو في تراك قطر، في تراك قطر يا عبدو، تراك قطر برضه عشان نتاكد ان احنا ايه فصلناه. ممكن تستخدم التراك قطر على طول. لا، في تراك قطر تاني مش قطر عادي، ليه لون اصفر كده. ده ضعيف شويه. ايوه هو ده. وهبدا اعمل ايه؟ خلاص انا فصلت الاولانيه والثانيه اهي. والتراك الثالث فاضل الرابع بس هفصله اهو. خلاص. اصبحت بالشكل ده كده. احنا ايه فصلناه. هبدا بقى اركب قاعده الاي سي اهو. هقلب دي كده الناحيه الثانيه واحدد بس المكان في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 في الفتحه رقم. ابدا بالفتحه رقم 12. ادي 1 2 3 اهو كده
سنة كمان تحت. تمام كده اهي خلاص. وهركب الايه الاي سي. كده انا ركبت ايه، ركبت الاي سي. بعد كده هبدا اوصل ايه، هوصل الدايره بقى. انا عندي 4 متوصله مع 8 و7 و6 مع 2 خلاص، في مقاومه ما بين ايه 8 وايه و7. هبدا اعمل احط كده اهو، وهبدا اشتغل بقى على ايه، اوصل المكونات بتاعتي. عندنا المقاومة الواحد كيلو اللي هي دي ما بين كام وكام؟ 7 و8. 8 و7 ادي 8 اهي، وادي ايه 7. طيب المقاومة التانية ما بين 7 وايه و6 اللي هي ايه، 1 كيلو 740. طيب المكثف ده ما بين كام وكام؟ طبعا زي ما اتفقنا هاخد المكثف بره خلاص. متوصل رجلي مع الطرف ايه 2 والسالب ايه بره. ادي الطرف، ادي الطرف 1، ادي الطرف ايه 2 والسالب ايه بره. طيب المقاومة اللي هي 470، المقاومة اللي هي 3، خلي بالك 3 ديت اللي هي 470، احنا غلطنا هنا، نشيل ديت نحط دي مكانها. تمام. المقاومة 1 كيلو اللي ما بين الطرف 3، بين الطرف 3 اهو بره الايه، بره الاي سي. طب والليد، الليد من الليد الموجب مع المقاومة اهو، والسالب مع الايه، مع رجل الاي سي، مع رجل الكبست. خلاص كده انا وصلت الايه المكونات، فاضل لي التوصيل ما بين الاطراف. انت ليه مش معرض ايه؟ 4 متوصله مع ايه؟ مع 8 صح؟ ادي 4 اهي. والصلاة مع ايه؟ بتحط جل، ده انت ما عندكش شعر، بتحط جل. هاتني بس بتاع تحت عشان تثبت. بعد ما اخلص هنتني المكونات كلها ايه؟ تحت يبقى 4 ب 8 خلاص؟ 6 و2. 6 و2. انت ليه مش معرض سلوك يا عبد الرحمن؟ ماشي فاضي اعمل دي كمان. 6 بكام؟ ب2. ب2 خلي بالك بقى، هنا ادي 6 اهي بكام؟ واحد بالارض فين؟ واحد
في بطارية؟ هناك هندسة. هنجرب كده بالبطارية بس ايه طبعا احنا لسه ما لحمناش فممكن ايه ما تشتغلش. ما تشتغلش طبيعي يعني. بس احنا هنجرب ممكن تكون مثلا ايه هنا السالب اهو. طبعا هنلحم الاول وبعد كده ايه نبدا نجرب. اللي هعمله بس بعد كده ان انا هفكها اهو واحاول اكني الايه الرجول عشان ما تقعش مني وانا شغال. احاول اكني ايه الرجول عشان ايه ما تقعش مني. ما بالك ماشي يا عبدو. ممكن بقى نوقف لغايه لما نلحم ونبقى ايه ده انا هلحم لك نقطه استناني. لحمنا الدايره دلوقتي هنبدا نجربها. هنوصل الطرف الارض على السالب والموجب على الرجل رقم 8 8 او 4. اجيال ورا اجيال مسيطرين على تمام يا هندسه تمام.